أسوان الأزهرية صباح اليوم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور فضيلة الشيخ أحمد هاشم رئيس منطقة أسوان الأزهرية وفضيلة الشيخ حنفي محمود مدير عام أوقاف أسوان والعميد أركان حرب علاء رماح قائد قطاع أسوان العسكري. تضمن الحفل فقرات دينية ووطنية أداها طلاب منطقة أسوان الأزهرية. التفاصيل مع الزميل طارق عبدو. أقامت منطقة أسوان الأزهرية احتفالية كبرى احتفاء بذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف، وذلك في إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى 49 انتصارات أكتوبر المجيدة التي سطرت فيها القوات المسلحة المصرية ملحمة قتالية أبهرت العالم أجمع. تلك الذكرى التي يحرص الشعب المصري على إحيائها سنويا لتعليم الأجيال الجديدة حب الوطن والانتماء له. تضمنت الاحتفالية فقرات من الأناشيد الدينية والوطنية احتفالا بالمولد النبوي الشريف واحتفالات أكتوبر. تحتفل اليوم منطقة أسوان الأزهرية بالمولد النبوي الشريف وكذلك أيضا بانتصارات أكتوبر المجيدة، فلا ننسى هذه الانتصارات. كل التحية وكل التقدير لشعبنا العربي والشعب المصري بصفة خاصة. قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ثم تشارك بوجود سيادة العميد بيننا في هذا الاحتفال، ده له أثره الإيجابي طبعا بالنسبة لأبنائنا الطلاب والإخوة الأفاضل في بالنسبة لأسوان بصفة عامة. هناك كلمات من رئيس إدارة مركزية اللي هو أنا إن شاء الله فضيلة الشيخ سيد، برضو هناك العديد من الإخوة الأفاضل ومعنا وكيل وزارة الأوقاف متواجد برضو، وأيضا سيأتي بعد قليل فضيلة الشيخ مدير عام الوعظ هنا بأسوان علشان نوضح لأبنائنا الطلاب ويلصق في أذهانهم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لميلاد خير البشر جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوضح لهم المعاناة التي لاقاها المسلمون في بداية الدعوة الإسلامية وكيف انتشر الإسلام في ربوع الأرض أو في مشارق الأرض ومغاربها. حضر الاحتفالية التي نظمتها منطقة أسوان الأزهرية عدد من رموز الأزهر ومديرية الأوقاف بأسوان، بالإضافة إلى عدد كبير من المعلمين وطلاب الأزهر الشريف، بعد في ترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن، فضلا عن تناول السيرة العطرة لمولد سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب وفضيلة مولانا وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يحتفل الآن في هذه اللحظة في جميع مناطق، والاحتفال مزاع على بوابة الأزهر الشريف. جميع المعاهد وجميع المناطق الآن تحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبذكرى انتصارات أكتوبر، وهذا يعني احتفاء وحبا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغرس هذه المحبة في قلوب طلابنا وطالباتنا، ثم أيضا غرس الولاء والانتماء لهذا الوطن في نفوس طلابنا وطالباتنا. نحتفل أيضا بذكرى نصر أكتوبر. نحن نريد أن نحيي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والآداب التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في المقام الأول نريد أن نغرسه ونحييه في نفوس وقلوب أبنائنا. كل القيم التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن ننقلها إلى أبنائنا من خلال الاحتفاء والاحتفال دائما بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفاليتين دولة دي في إطار جهود الأزهر في مشاركة الدولة في جميع الاحتفالات القومية، وبيبقى معنا احتفالات تانية كتير يعني بننظمها خلال طوال العام الدراسي. طبعا لازم يشارك فيها أبنائنا الطلاب ومعنا حاضر الحاكم العسكري عشان برضو يوضح ويظهر دور القوات المسلحة في الحفاظ على الدولة، ودي خطة الأزهر وخطة إدارة عادة الطلاب منطقة أسوان الأزهرية اللي هي تنظم مثل هذه الاحتفاليات والندوات خلال العام الدراسي. أهداف عظيمة تناولتها احتفالية منطقة أسوان الأزهرية بذكرى المولد النبوي الشريف التي واكبت احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة. طارق عبدو، طيبة.